طب وبعدين يا هبه؟ انت مش هينفع تفضلي في الحاله اللي انت فيها دي كتير. انكل محتاج لك واولادك كمان محتاجين لك. يا هبه انا عمري ما شفتك كده. انا فعلا يا حنان شايله فوق طاقتي بكتير قوي. اصلا عايزيني اروح القسم عشان موضوع راوي. طيب ومعايا الدكتور انكل؟ طبعا هروح. هبه هو والد فين؟ هو ما بيحاولش يصلح معاكي؟ لا بيحاول وعايزني اشوفه. شوفيه شوفيه يا هبه، اصلا الظروف اللي انت فيها مش مستحمله وانت محتاجه وليد جنبك. وبصراحه يعني وليد انسان كويس جدا، انا عن نفسي محترمه صراحته جدا. اه ممكن يكون خبى حاجات بس راجل تاني غيره كان ممكن ما جابش سيره اصلا. مش قادره يا حنان بجد مش قادره. اصلا وليد ما يعرفش اي حاجه عن موضوع بابا، انا ما حكيتلوش اي حاجه لحد دلوقتي. معقوله؟ ليه؟ ليه يا هبه؟ ليه تستحملي كل ده لوحدك؟ عشان الخيانه. انا ما بكرهش في حياتي قد الخيانه. انا راهنت على شخص غلط وخسرت الرهان. ازاي كل ده بيحصل لك وما تقوليش؟ انت ازاي عرفت اني هنا؟ حنان طبعا اللي كلمتك وقالت لك. هبه احنا محتاجين لبعض في الوقت ده، وانا اسف عن اي حاجه حصلت مني وضايقتك. بوعدك ان بجد مش هعمل اي حاجه تضايقك تاني. مفيش حاجه تتقال دلوقتي. الدكتوره هبه. اتفضل يا فندم. صدقيني انا ما احبش ان اكون قاسي عليكي، لكن حقيقي الحاله متاخره جدا وانا مش عايز ادخله في جلسات في علاج كيماوي ولا غيره، لانه بصراحه ما فيش منه فايده. وانا كل اللي هحاول اعمله هو اننا نحجم المرض ونقلل سرعه انتشاره. هو قدامه قد ايه؟ انا مش حابب اقول حاجه زي كده، والامر بيد الله سبحانه وتعالى، بس طبيا هو مش قدامه كتير. أرجوكي بطل عياط يا هبة، ده أمر ربنا. مفيش في إيدينا حاجة دلوقتي غير إن إحنا ندعي له يبقى أحسن. كنت عايزة أسمع حاجة تانية من الدكتور. كنت عايزاه يقول لي إن في حل وإنه ممكن يبقى كويس ويخف. أنا عايزة أروح لبابا، أنا عايزة بابا يعيش يا وليد. أنا خسرت كل حاجة. إن شاء الله يبقى أحسن. بس أدعي له. وإحنا الفترة الجاية دي إن شاء الله نبقى جنبه أكتر. أرجوك يا وليد. أنا عايزة أروح لبابا دلوقتي، وديني عند بابا يلا. حاضر. وكده كده أصلاً جو العمارة مش حلو اليومين دول، أنا مش عايز ولادك كمان يعرفوا أي حاجة عن اللي بيحصل في البيت. يلا يا وليد. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.